طيب وهنت ده يقودنا لنقطة تانية، موضوع البيم سيرفر، ان الشركات كلها تبقى شغالة في من كذا دولة وفي نفس المكان. نعم نعم موضوع الموديل سيرفر او الموديل سيرفر هو اذا بدنا نفهم البيم مظبوط لازم نقسمه لثلاث انواع بيم، اوكي، او ثلاث مراحل للادوبشن للبيم. اول مرحله هو كل شركه عم تشتغل لحالها، المهندس عم يشتغل لحاله، الكونتراكتور لحاله، اوكي، وكل واحد لحاله. المرحله الثانيه او ستيج 2 الديزاينرز وعم يشتغلوا مع بعضهم، الانجينيرز مع الاركيتكت او الانجينيرز مع الكونتراكتور او الكونتراكتور مع الاونر، يعني في علاقه ثنائيه او ثلاثيه بيناتهم يوزنج مودلز. المرحله الثالثه هي وهذه مرحله متقدمه، هو اكثر من ثلاثه او اربعه او خمسه او كل اطراف البروجكت عم يشتغلوا سوا على كومن موديل. هذا الكومن موديل ممكن يكون فيدريتد، يعني معمول منقطع وملزقين ببعضهم، او انتجريتد، يعني وقت انجمعوا مع بعضهم فدابوا ببعضهم صاروا مثل كانه موديل واحد. موضوع الموديل سيرفر هو موضوع خاص بستيج 3، وفي جزء كتير 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 قليل من الشركات بكل انحاء العالم وصلت لهذا المستوى. هي دلوقتي بريطانيا في 2016 بتسعى انها توصل للمرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه؟ حتى اقل من المرحله الثانيه، يعني واحد بلس، فليفل 2 تقريبا، مثل انا بستخدم كلمه ستيجز، هني بستخدم كلمه ليفلز. ليفل 2 باليو كي ممكن توصل له بدون ما يكون عندك موديل من ثيوري، ولكن احيانا يكون عندك موديل، فهو مثل 1 بلس.